تنظيم لحسن تنظيم يعني هذا اليوم الجميل. وطبعا بتوجه بالشكر لاعضاء الجمعيه الاميه اللي حرصوا طبعا على يعني استخدام حقهم في تكوين في تشكيل مجلس اداره جديد، واتمنى منهم دعم المجلس القادم ايا كان تشكيله، واتمنى من كل الاعضاء سواء المرشحين او اللي هينجحوا يعني ان هم يعني يقدموا مصلحه النادي على اي مصلحه اخرى، لان النادي محتاج ابنائه، محتاج دعم كل محيطين، ونتمنى التوفيق للي هينجح يعني في اي قائمه او المستقلين، لانه يعني شرف كبير لاي عضو من اي مرشح من المرشحين ان هو بصفه الجمعيه الاميه الجميله.